مساء الخير أحبائي وأعزائي. خبر عجيب، خبر مذهل، أنبأ بشارة يا جميل. مطران أبو قرقاص يرقص بالعصا مع صبي بالفيديو. هذا الكاهن حرس الأنبأ بشارة وجود مطران إبراشيد أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك على التحطيم والرقص بالعصا مع صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك أثناء تفقده لراعية كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بمدينة الفكرية مركز أبو قرقاص. انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للمطران وهو يرقص مبتهجا ممسكا بعصا في يده، ثم أخذ يحطب معه بالعصا والأهالي يلتقون حولهما ويهتفون أنبأ بشارة يا جميل. وفي آخر الرقصة التي استمرت لنحو دقيقة احتضن المطران الصبي في إشارة تعبر عن روح الإنسانية والحب والمودة، وتباينت ردود الأفعال حول مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على عدد صفحات السوشيال ميديا. وتستمر زيارة المطران حتى 10 مارس الجاري، وتشمل تفقد راعية نجع الدك الهريب ماري جرجس والأم تريزا وملكة السلام بالفكرية وراعية يوسف الفكرية وراعية الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا وماري جرجس والقديس بولس وأم الرحمة بقرية منهري وبني عبيد والبرية وبالمنصورة وقداس احتفالي داخل القدرائية، كما يزور راعية طنطاوي وفانوس المقاهي. أحبائي وأعزائي، هذه هي المسيحية: المحبة، السلام، الفرحة، البهجة. المسيحية تنشر البهجة، تنشر الفرحة، تنشر السلام. هذا هو الأب أبونا بشارة الجميل الذي يرقص وسط الشعب المسيحي. إنه كاهن كاثوليك، كاهن يزرع المحبة، يزرع السلام بين المواطنين، وبصفة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. نشكر هذا الأب الكاهن الجميل الذي يرعى مشاعر الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال. نطلب من الله أن يكون الجميع بهذه المحبة وبهذه الأفكار الجميلة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم أخبار هنيئة وسعيدة، ودائما تكون الفرحة في وسطنا. شكرا لكل من أحب، لكل من أعطى السلام. يا رب كرر لنا سلامك، أعطنا محبة، أعطنا سلام، بشفاعة أم العذراء أم النور وجميع قدسيك وقدسنا العظيم ماري جرجس. شكرا ليكم، ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة.